أعلنت وزارة الصحة أن 705,534 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 20,925,569 شخص، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23,236,066 شخصاً. وأبرزت الوزارة من جهة أخرى أنه تم تسجيل 269 إصابة جديدة بكوفيد-19 و198 حالة شفاء وسبع وفيات خلال 24 ساعة الماضية. ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 921,628 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 921,430 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14,544 حالة.